تغير المناخ يلتهم بلا هواد التقدم الاقتصادي في القارة الأفريقية، هذا ما قاله الرئيس الكيني ويليام روتو، والذي دعا إلى إجراء نقاش عالمي حول ضريبة الكربون. وجاءت هذه التصريحات خلال انطلاق أعمال قمة المناخ الأفريقية في نيروبي عاصمة كينيا، التي تركز على التحديات العالمية التي يتسببها التغير المناخي، وخاصة في القارة السمراء، وتسعى إلى حشد التمويل لتعامل دول القارة مع التغير المناخي، وأيضا تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة والاستثمار في هذا المجال. من نيروبي ينضم إلي مفادنا إلى هناك عبد الرحيم الفارسي، ومتابعة لأبرز أشغال هذه القمة وأبرز التصريحات فيها. نعم، القمة شهدت عددا من الكلمات التي ألقاها رؤساء الوفود ورؤساء الدول الإفريقية المشاركة في هذا التجمع القاري، كلها صبت في اتجاه الرغبة في اللحاق بركب التحول والانتقال الطاقي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة النظيفة، الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد مستدام يضمن للمجموعات البشرية المنتشرة هنا وهناك، سواء داخل الحواضر والمدن الكبرى أو في الأرياف وسط الغابات الاستوائية، يضمن لهم حياة أو اقتصادا ونموا مستمرا لا يؤثر على التوازن البيئي، وأيضا لا يؤثر على حياتهم ومستويات حياتهم. هذا عموما ما كان يدور حوله كلام المتدخلين، ولكن يبقى دائما الإشارة كانت إلى موضوعين أو ثلاثة مواضيع. هناك اتهام لبلدان أو مناطق خارج القارة الإفريقية بأنها هي السبب في أن تدفع هذه القارة ثمن الاحتباس الحراري وثمن التغير المناخي لممارسات غير لم يكن للقارة أي يد فيها. ثانيا هو أن القارة الإفريقية بدأت تدرك أن إن استمرت في اللامبالاة سواء المحلية أو حتى من قبل المجتمع الدولي، فإن هذا سيؤدي إلى كارثة تنضاف إلى الكوارث الأخرى سواء الطبيعية والمناخية أو الكوارث التي تلحق بالبشر وما يلازمه من نزوح جماعي وحروب أهلية على الموارد التي تقل باستمرار في بعض المناطق خاصة الصحراء الكبرى، إضافة طبعا إلى مسألة التمويل، تمويل المشروعات التي يتحدث الجميع عنها هنا، ولكن هذا التمويل الذي بلغ بالوعود به مليارات من الدولارات، يقول المسؤولون هنا إنهم بحاجة إلى أن تتحول الوعود إلى أشياء نافذة، وأن يكون ذلك وفق أجندات محددة تضمن الانتقال والمستقبل الأفضل لاقتصاد هذه البلدان الإفريقية. شكرا جزيلا لك عبد الرحيم الفارسي، مفادنا من نيروبي.